كارين الغوطة من سلالة هدبن زحي. هذه الفرس، هاي الفرس كانت ملغوطة بمنطقة دومة حيث منطقة سيطرة الإرهابيين سابقا، فكانت هاي خاضعينها لبرامج تغذية سيئة جدا، ربما لا إنها ما بتاكلش. مواليده رقمه بكتاب الأنساب، رقمه بالتسلسلي بالكتاب. ببداية 2014 أول ما بدينا إعادة السيطرة على الخيول كان عندنا أعداد بحدود 6000 جواد، كنا فاقدين بحدود ضمن الإحصائيات اللي عندنا والأرقام التسجيلية بحدود 3000 جواد. طبعا لحد الآن ثبت هذا العدد 3000، استعدنا منه 72، بقي العدد الباقي اللي هو مفقود بحدود 2930، هدول مفقودين لحد الآن، بين نفوق بين ضياع بين سرقة بين خارج الحدود السورية ممكن يكونوا.